حريق في مخزن للزيوت وإطارات السيارات في مرفأ بيروت بحسب مصدر عسكري في لبنان. وأكد مدير مرفأ بيروت أنه تم السيطرة على 75% من الحريق، وحتى الآن لم تعرف أسباب اندلاع الحريق في المنطقة الحرة من المرفأ. يأتي هذا الحادث بعد أكثر من شهر على انفجار الرابع من أغسطس، والذي أودى بحياة أكثر من 190 شخص. فيما تواجه مدينة بيروت مصيبة جديدة، هي ما زالت لم تغلق ملف انفجار المرفأ، حيث تستمر التحقيقات التي يحاوطها الغموض في هذا الملف. صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا مفصلا حول المرفأ والفساد الذي تسبب بالتكتم على مجريات التحقيق. تفاصيل التقرير نتعرف عليها معك هبة. إذن عبد العزيز، نشرت نيويورك تايمز تقريرا يؤكد أن التعاملات في مرفأ بيروت تقام من خلال الرشاوة والتهرب من القانون، الأمر الذي سهل للجهات المسيطرة أن تجعله بوابة لتهريب البضائع والأسلحة والمخدرات في الشرق الأوسط. حيث أكد تقرير الصحيفة الأمريكية أن المرفأ يقع تحت سيطرة الأحزاب الشيعية في لبنان كحركة أمل وحزب الله بشكل شبه كامل. السيطرة هذه تسهل على حزب الله نقل بضائعه دون أن يتم فحصها أو تدقيقها. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن حزب الله يتمتع بهذه السلطة على مطار رفيق الحريري أيضا، ما يجعله بوابة أخرى لنشر الفساد. فمن التعاملات التي تقوم على الفساد تعطيل جهاز الفحص منذ سنوات في مرفأ يتعامل مع 1.2 مليون حاوية شحن سنويا، فتفحص هذه الشحنات أو تفحص يدويا من قبل ضباط الجمارك الذين يتقاضون الرشوة للتوقيع على الشحنات غير المسجلة وغير القانونية أيضا. كما حصلت الصحيفة الأمريكية على صور كشفت الأسلوب العشوائي الذي خزنت فيه المواد المتفجرة، والتي تسببت بانفجار الرابع من أغسطس وأودى بحياة 190 شخص وإصابة 6500 آخرين وتشريد نحو 300,000 مواطن لبناني. وعودة إليك عبد العزيز. شكرا لك هبة. إذن مشاهدينا للحديث